زي ما قلت لكم عندنا تغطيه مهمه ومتميزه جدا من داخل الثلاث فروع في نادي اهلي مدينه نصر والجزيره ونادي اهلي الشيخ زايد. لكن خلينا نروح لاهلي مدينه نصر وزميلنا محمد توفيق نشوف اجواء لقاء الاهلي والزمالك السوبر. زميلي محمد توفيق لك الكلمه. مساء الخير كابتن خالد، مساء النصر باذن الله على كل جماهير النادي الاهلي، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، معاك من هنا من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، واجواء اكثر من رائعه. يمكن الاداره التنفيذيه استعدت لمباراه اليوم بشكل اكثر من رائع. حضرتك طبعا زي ما انت عارف النهارده الجمعه يوم اجازه، فالاقبال اكثر من رائع هنا داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. الاعضاء كلهم يمكن مستعدين ومستنيين قدام الشاشه، في شاشتين عملاقتين هنا داخل الفرع، الجماهير موجوده امام الشاشتين، يمكن في حاله من التفاؤل تسود بين الاعضاء خاصة بعد الأداء الرائع للفريق في كأس الكؤوس الأفريقية وتتويج الفريق في البطولة الأسبوع الماضي. إن شاء الله نشوف مباراة كبيرة تليق باسم النادي الأهلي وبطولة جديدة تخش دولاب بطولات النادي الأهلي، ويا رب دايما بالتوفيق النادي الأهلي. كلمة حضرتك كابتن خالد. بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد توفيق، وهنكمل ونستمر في التواصل معاك خلال المباراة ونشوف الأحداث في نادي أهلي مدينة نصر، وإن شاء الله نتمناها أهلاوية. شكرا زميلي محمد توفيق.